أفضل 5 أدوات نزلت في الشهر الثاني للجيلبريك سنشاركها معكم اليوم على هذا الدرس بإذن الله. أدوات كلها مفيدة، ليست فقط جديدة بل أيضا مفيدة، وبدون شك ستحبها. هذا ما سنشاهده في هذا الدرس بإذن الله، تابعونا. آيفون تي في، القناة رقم 1 عربيا في مجال آيفون. متابعينا الكرام، سلام الله عليكم واهلا وسهلا بكم معنا في هذا الدرس الجديد على قناتكم ايفون تي في. لمن يزورنا لاول مره، قناتنا تختص في كل ما هو جديد في عالم الايفون والايباد من تهكيرات والعاب وتطبيقات جديده وايضا تحديثات شركه ابل وبدون شك الجيلبريك وادوات السيتي. لذلك لا تنسى اخي الذهاب تحت الفيديو والضغط على زر اشتراك او سبسكرايب وتفعيل خاصيه الجرس لتتوصل بدروسنا اليوميه والتي دائما ستفيدك في ايفون. دعونا نمر إلى الأداة الأولى. لا أعرف إذا لاحظتم أنني عندي هنا مكان اسم الشركة التي توفر إلي السيجنال أو المكالمات، عندي مكانه رمز أبل كما تشاهدون هنا. هذه ستكون هي الأداة الأولى، أداة رائعة جدا تمكنك من تغيير اسم الشركة التي توفر لك خط الاتصالات برمز. هناك تجميعة كبيرة من الرموز، طبعا هذه الأداة اسمها أداة زيبلين. طبعا سأترك لكم جميع أسماء الأدوات التي سنشارك في هذا الدرس، سأتركها لكم في الديسكريبشن تحت الفيديو مرفوقة بالسورسات الخاصة بها. إذا كما قلت لكم أخواني، يمكنك تغيير اسم الشركة هنا بأي رمز من هذه الرموز. طبعا لما ستقوم بعمل بتثبيت هذه الأداة ستدخل إلى الإعدادات وستذهب إليها اسمها زيبلين. لما تدخل عليها تضغط على إنيبل، تقوم بتفعيلها بجعلها أخضر من هنا، وتدخل هنا وتقوم باختيار الرمز الذي تريده أن يظهر هنا. فكما تشاهدون هنالك النايك، هنالك العديد من الرموز الرائعة جدا التي يمكنك وضعها هنا عوض اسم الشركة. الأداة الثانية اسمها باتر سي سي 11، هي أداة رائعة جدا وتعتبر أفضل أداة إلى حد الآن للتغيير في الكنترول سنتر كما تشاهدون، وجعل بعض الإضافات. كما تشاهدون يمكنك إضافة حالة الطقس هنا في الكنترول سنتر، وأيضا جعل الأيقونات بشكل مغير كما تشاهدون هنا بشكل أفقي والتغيير وكل شيء. هذه أداة لما ستقوم بتثبيتها ستذهب على الإعدادات كما تشاهدون. نذهب على الإعدادات، ننزل إلى مكان الأدوات كما تشاهدون. هذه هي الأداة اسمها باتر سي سي 11، ندخل عليها ومن ثم تقوم بتفعيل هذا الزر هنا لكي يظهر عندك حالة الطقس هنا بهذا الشكل، فهي حالة مباشرة لحالة الطقس الآن وأيضا درجة الحرارة وكل شيء. وأيضا يمكنك أن تقوم بتفعيل الأشياء الأخرى كهذه الأيقونات بهذا الشكل، يمكنك تفعيلها من هنا. وأيضا طبعا لما تقوم بتغيير هذه التغييرات يجب أن تضغط على ريسبرينج لتقوم بإعادة التشغيل، ولكي تقوم بإضافتها إلى الكنترول سنتر كل ما عليك فعله بعدما تقوم بإعادة تشغيل آيفونك ستذهب إلى الإعدادات ثم تنزل على الكنترول سنتر، تضغط عليها بهذا الشكل ثم تضغط على كوستمايز كنترولز. ستجد على أن الأدوات الجديدة تم إضافتها هنا، تضغط على الزائد لكي تظهر هنا كما تشاهدون ويدر باتر سي سي قد قمت بإضافتها إلى هنا. ومن ثم يمكنك تغيير الأماكن بهذا الشكل، فقط تضغط على الزر هنا وتقوم بتغيير الأماكن. ليبرتي ليتش، أداة مفيدة جدا ستكون هي الأداة الثالثة في درسنا اليوم، سنقوم بتثبيتها. وما تقوم به هذه الأداة هي أنه عندما تقوم بتثبيتها يمكنك الذهاب عليها من الإعدادات كما تشاهدون، سأجدها هنا ليبرتي. كما تعلمون أخواني هنالك العديد من التطبيقات والألعاب التي لا يمكنك أن تدخل عليها إذا كان آيفونك مجلبرك، أو في بعض الحالات تدخل عليها ثم تخرج لوحدها أو تجد على أن بها مشاكل. هذه الأداة ستجعل تلك الألعاب أو التطبيقات الأخرى التي يمكنها أن تقوم بمعرفة أن لديك جيلبريك ويحدث بها مشاكل، يمكنك أن تجعل تلك التطبيقات تدخلها بدون مشاكل رغم أن عندك الجيلبريك. فكما تشاهدون يمكنك الدخول على الأداة هنا، تقوم بتفعيلها ثم تدخل على هذه الخانة وتقوم باختيار الألعاب أو التطبيقات التي تمنعك من دخولها في حالة جيلبريك آيفونك. للإفادة هذه الأداة ليست شغالة 100%، يعني لن تقوم بالعمل على جميع التطبيقات والألعاب، لكن هي الأداة الوحيدة المتوفرة حالياً
وتبعا لتجربتي فهي تعمل على بعض الألعاب وتطبيقات ولا تعمل على أخرى. الأداة الرابعة في درسنا اليوم اسمها لوك درويد. هذه الأداة تقوم بتغيير الباسورد في آيفونك على شكل الأندرويد، ويمكنك الدخول على آيفونك فقط بعمل هذا الشكل. تقوم باختيار الكود الذي تريد. هي أداة جميلة جدا صراحة، يمكنك تغيير شكل الباسورد عندك في الآيفون. طبعا لما تقوم بتثبيتها فقط تذهب على الإعدادات وتذهب على اسم الأداة ضمن الأدوات، تقوم بتفعيلها من هنا، ثم ستأتي إلى هنا الخانة الثانية في أول مرة تضغط عليها، ثم تقوم باختيار أي رمز. على سبيل المثال سأقوم باختيار هذا الرمز هكذا، ثم تقوم باختياره من جديد. ولما تقوم بقفل آيفونك وفتحه المرة الأولى سيطلب منك إدخال الرمز الخاص بك. ستقوم بإدخاله، لا تقوم بإدخال البصمة، تقوم بإدخال الرمز الخاص بك. لما تقوم بإدخاله، لما تقوم بقفل الايفون من جديد وفتحه، ستجد على انه دائما سيبقى على هذا الشكل وسيتم فتحه بالرمز الذي قمنا باختياره. الأداة الخامسة والأخيرة في درسنا اليوم اسمها Alkaline. هذه الأداة لما تقوم بتثبيتها ستمكنك من تغيير شكل البطارية في ايفونك. أداة رائعة جميلة جدا، تعطيك العديد من الاختيارات كما تشاهدون. إذا دخلنا هنا يمكنك أن تجعل البطارية عندك بهذا الشكل، أو يمكنك أن تجعلها بالأرقام والنسبة المئوية فقط بدون هذا الأسود هنا، ثم يمكنك أن تختار هذا الشكل ويمكنك أن تختار الشكل الأخير. سنقوم بتجربة هذه الأداة. سأقوم باختيار على سبيل المثال هذا الشكل هنا الذي هو عمودي على هذا الشكل. لما نقوم باختياره نرجع، نقوم بتفعيل الأداة ثم نضغط على ريسبرينج، ننتظر على أن يتم اشتغال الهاتف من جديد. وكما تشاهدون هنا تم تغيير شكل البطارية إلى الشكل الذي قمنا باختياره بدون مشاكل. أتمنى ينال إعجابكم الدرس. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك، ولا تنسى الاشتراك وتفعيل خاصية الجرس، ضروري جدا لتتوصل بمواضيعنا اليومية في عالم الآيفون. دمتم في رعاية الله وحفظه، نلتقي غدا في درس جديد. Peace.